1950 سكيلتون من شركة بارميجاني. هي أول ساعة سكيلتون هيكلية بينزلوها الشركة نزلت هالسنة. و 1950 اللي بالاسم بلتون ده هو اكشلي سنة ولادة مايكل بارميجاني اللي هو مؤسس الشركة وصاحبها. الساعة كل المينا إذا بتشوف المينا كله ترانسبارنت وهيكل يعني فيه تقريبا 127 زاوية كلهم مسؤولين بالإيد ما في ولا مشي دائرتهم فبتاخد وقت لحتى يقدر الواحد يعملها بدها تكنيك معينة بدها قدر حرفية للشركة وبتاخد تقريبا 40 ساعة عمل لحتى يخلصوا ساعة واحدة من هدول. الساعة نحيفة جدا ألترا ثين بيسموها وفيها تكنيك جديدة عملتها بارميجاني اللي هي طلعت الروتر استعملت مايكرو روتر استعملت البلاتينوم لحتى يستعملوا التقل وبعدين حطوها فوق بالمينا حتى يقدر الواحد يشوفها فصارت زادت على جمالية الساعة صار فيه واحد يشوف الروتر وفيه يشوف كل الهيكل تبع الساعة. ساعة هي أوتوماتيك الطاقة الاحتياطية 42 ساعة قطر الساعة 39 ملليمتر هيدي معمولة من ذهب وردي وطبعا الستراب هو مثل العادة إرماس وجلد تمساح. سعر الساعة 160 ألف درهم وإذا بدنا نقارنها فينا نقارنها بالبياجي ألتي بلان كمان نفس النحف لأنه كمان هي الساعة ألترا ثين